استغلوا لذة القمح الأصيل الغني بتركيبته الغذائية المميزة، منها الألياف والمعادن والفيتامينات التي تمنحكم الراحة والرشاقة للجسم. استمتعوا بأجوى تشكيلة إكسترا بالقمح الكامل، بني، سباجيتي، لوالب، كوسكوس. المفيد والمميز من إكسترا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في كل يوم طبخه مع الشيف ميرا. مرحبا بك شيف ميرا. عسلامه. مشاكي سلمه. الحمد لله. وانتيا؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. واش جبتي لنا اليوم وصفه شيف ميرا؟ اليوم جبت لكم وصفه تقليديه اللي هي المتوم غوايل تاع اليوم، فيه اللحم وفيه الدجاج. يعني كاين ناس ما تحبش اللحم تحب الدجاج، وكاين ناس تحب الدجاج ما تحبش اللحم. انا حبيت نلبي رغبات الجميع وحبيت نديرو لقيتيهم لهم في طنجره وحده. فوالا، وحبيت يكون اليوم متوم غوايل، يكون بنين كيما نديرو لو كسكس غوايل نديرو متوم غوايل. نبداو بسم الله. نشعلو الطنجره تاعنا. تستحقي الزيت ميرا؟ ايه، من فضلك كتعطيني الزيت. و اون طون نقول للمشاهدين لي زانغغيديون اللي لازم لنا نهار اليوم. نديرو شويه تاع الزيت، نقولو ابوبخي 4 كويير تاع زيت، ونديرو اون كونتيتي تاع الزبده. هاني نشوف اليوم درتي له البصل المسوم، البصل والثوم. هو يجيب الثوم بصح اليوم شاف ميرا جابت لنا درت له بصل وثوم اليوم. علاش درت له بصل وثوم؟ باش ما يكون ناقص يدام. توجور البصل يقتل ليدام. نجيبو الزبدة تاعنا، ناخد اون كونتيتي هكدا تاع الزبدة. انا لي طيابي كامل نحب اللوز الزبدة. ميم طياب الزبدة يجي بنا. فوالا، المقادير اللي عندنا في المتوم تاع اليوم. عندنا دي ترونش دو جيكو، عندنا دي ترونش دو بولي. انا حبيت لا كويس، كل واحد ومقدورو. فيوندا شي ما نقدرش نحدد الكميه، كل واحد وعلي ما ننجم. فوالا، حبيبه تاع البصل مطحونه، زوج ريسان تاع الثوم، حميصه، حميصه نكونوا مطيبينها، اللوز محمص، زبده اللي حطيتها، كمون، قرفاعود، فلفل الكحل، حبيبه تاع البيض، لا شابلور، و لو سيترون. فوالا التزيين مع اللوز. نبداو بسم الله. كما شفتوا شيف ميرا دائما تقلي اللحم تاعها والدجاج تاعها. فوالا، وبلا بصل. لازم اول حاجه باش تنجح لك الوصفه دائما تقلي الدجاج واللحم في الزبده مليح حتى يتقلى ويعطي لك الحموريه. اكزاكتومون، قبل ما نحطوا البصل ولا الثوم. علاش ديجا لي ترونش دو جيكو سي دي ترونش لي يعني يطلقوا هذيك لي فيتامين تاعهم. اون بريفير غاردي هذوك لي فيتامين، كيما نحطوا لهم لا بصل ولا ثوم يقعد هذوك لي فيتامين تما وتبقى هذيك البنه فيهم. دوك ياخذوا هذيك الخد الاحمر وما نحطوا له دوزانو. فوالا، نقلبوا. هذا من مقلب لك تبلي. نعطي لك تاع العود، وانايا اون باراليل نخدم لا فخس تاعي. هكذاك تقلي غير اللحم وحدو؟ لا لا، دوك نحطو نحطو الدجاج. نحيو اللحم لا لا، ما نحيوش اللحم، نزيدو الدجاج. ومن بعد الدجاج كي يطيب، باسكو الدجاج يطيب توجو قبل اللحم. كي يطيب الدجاج نحيوه نصفيوه ونخلو اللحم يكمل طيابو، والدجاج نجوزوه في الزبده نحمروه باش يعطينا هذيك التحميره تاع لي كويس دو بولي. كي نحطوه في الدغيساج يكون بالطبع. نبداو نحطو في الدجاج تاعنا هكذا. نديرو لي زيبيس اللي لازم. عندنا فلفل الكحل،
فلفل الكحل نديرو كميه قليله باش لاصوص تاع الثوم تجينا بيضه. كمون الثوم يحب الكمون عربي. كمون العود تاع القرفه نديرو له اون كونتيتي مليحه تاع الثوم وسمون الثوم لازم له لازم له كونتيتي تاع الثوم عربي. نديرو لا كونتيتي تاع البصل تاعنا باش يقتل لنا هذاك لو غرا تاع اللحم. تاع اللحم فوالا. ونديرو الملح تاعنا حسب الكميه ونقلي لو تو حتى الماء يسخن من فضلك سلمى باش المرقوب ميها سخونه. الحميصه تاعنا راهي طيبه نخلوها نحطوها في نص طياب ما نحطوهاش دوق. فوالا نجيبو لا فيوند هاشي تاعنا. لا فيوند هاشي تاعنا نكملو لها هذيك الكميه تاع الثوم نديرو لها شويه تاع الفلفل الكحل شويه تاع الكمون هو يحب الكمون. كما شفتم مشاهدينا الكرام ولينا المسوم بزاف نوعو فيه نديروه باللحم نديروه بالدجاج نديروه لحم ودجاج اكزاكتومون ديبول باللحم مطحون وحده غير باللحم مطحون والثوم توتافي. واليوم الشيف ميرا جابت لنا مسوم رويال اللي حمر الوجه كي تحطيه في الطابله تاعك يشهي يشهي ديجا راهي بنتو تنفنف. انا درت له اون كويير تاع لا شابلور باش يجينا طري. لا شابلور هي اللي طريه طريه فوالا طريه. ونديروا له شويه تاع الملح و اون كونتيتي تاع الزبده من فضلك سلمى كسري لي هذيك الحبيبه تاع البيض و تو سيبار حطي لي جوست لو جون. يعطيك الصحة. نمرقو نقليه نزيد زيدي قليه مليح و... وبدا يتمرقي. نحطو الكمية تاع الماء زهر هنايا نجيبو سنيوة ولا اون بلونش. شوفي نزيد نمرق زيدي زيدي مرقي كامل. بسم الله نحطو يدنا في الماء زهر ونبداو نديرو في لي بولات تاوعنا. زيدي زيدي مرقي شويه زيد له اه. فوالا يغلي غليه ونرميو له الحميصه هذيك. فوالا دائما نحط يدي في الماء زهر وندير الكويرات هادو. دوك كي يكمل يغلي قلت لك هذيك الغليه نحطو الحميصه نخلوه يكمل طيابو نحو الدجاج نحمروه ونحطوه دو كوتي لو طون كي يطيب لنا يطيب لنا اللحم تاعنا. كي يبقى له واحد نقولوا واحد 10 دقائق ولا ويطيب نرميو له لي بولات هادو. هاد لي بولات ما فيهمش الروح توت سويت يطيبوا فوالا غير يشربوا هذاك هذاك الفوار هذيك السخانه فوالا. ومن بعد كي نحطوه في الـ في الـ في لو بلا تاع لو دريساج نشبحوه باللوز اللي حمصتو ولي ترونج دو سيترون ونتلاقاو في الوصفه تاع الشيف اللي جابت لنا وصفه حلوه. يا درا وشنو هي؟ يا درا نقولوها لكم بعد الفاصل. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام ولينا لكم بعد الفاصل ولينا مع الحلوه تاع سلمى. قولي لنا سلمى واش جبتي لنا اليوم؟ جبت لكم مقروط
تاع السنبوله على شكل السنبوله. راكم عارفين المقروط هو شبح الميده. شوفي في المقروط عندنا 3 كيلات سميد متوسط وكيله سمن، وعندنا قرصة ملح، مغرفة سكر، ومغرفة فارينة. نبدأ. بسم الله. قولي لي واش ندير لك، ندوب لك هذاك السمن. انا يا هاد الكيله تاع السمن كيلت فيها 3 كيلات. ها هي درت 3 كيلات سميد، وكيلي لي دوك الذوب لي السمن درت بها كيله تاع السمن، ودرت كيله نفسها تاع ما زهر، نحي دوكا منها غير زوج سبوعتين. نديرو قرصة ملح، ونديرو مغرفة سكر باش ما يجيناش صامت، سكر عادي، ونديرو له مغرفة فارينة، ونستناو السمن تاعنا. خلاص نورمالمون راهو ذاب السمن. ها هي كيلة سمن. بسم الله. نديرو الكيلة تاعنا ونخدموها مليح هكا. هاد المقروط تقليه ولا ديريه في الكوشة؟ لا نديروه في الكوشة. في الكوشة داكا. كما تعرفي يا شيف ميره، ما كاش كيفاه مقروط الكوشه لازم يكون ما كاش كيفاه نجوزو عيادنا بلا مقروط. صح عبي، ودوكا راهم نديرو حتى في السبايب. صح، في سبايبنا مع لاتاي مقروط فانيك همه وشان، يعني هو الطعام، هو الطعام يعني ما نستغناوش عليه. ندخلو مليح هكا السمن في السميد تاعنا. داكور. شوفوا انا الوصفه تاعي هي بكري كانوا يخليوه يبات ولا يديروه الصباح وحشيه يرميوا له الماء زهر، بصح انا الوصفه تاعي مضمونه 100%. علاه مضمونه؟ لخاطرش درت لها مغرفه تاع الفارينه. داكو سكي في، ما تخافيش منه. دوكا انايا غير ندير السمن وندخل هكا السمن في السميد تاعي، نرمي له غير بشويه الماء زهر راني نلم. غير بشوي، والسميد دوكا راهو يجي شباب ماشي كيما بكري كانوا يخافوا السميد، كان المشكل كامل في السميد. ها بدا يتلم لي. دوكا انا نستعمل زوج يدين خاطر المقروط ما نبلوهش بيد واحده غير بالعقل. هكا ونفركتوه بصبوعتينا. راني نوريكم في مقروط على قانيه تاع مان مان ماني. الريحه راهي جات دوكا. والشكل برك اللي تبدل. الشكل درتو على روسيت هي انا اخترت الشكل على شكل السنبوله. على شكل السنبوله. ها هو المقروط تاعنا. لازم نسمعوا هذيك التخرخيشه هذيك. هذا هو الصح. ميم كي تخرجيه من الكوشه وتعسليه بالمغيرفه سمعي هذيك فش. هذاك هو السر تاع المقروط. فوالا يعطيك الصحة. شاف من فضلك وزني لي غير حبيبات باش نوري قدام المشاهدين تاعنا كيفاه نشكلو. شحال وزن لك؟ وزني 35 40 باش تجي حبة بطبع. داك انا ندير العقدة تاعي. العقدة فانيك كيما موالفين دايما ندير لكم هكا بسبوعتية. 3 كيلات لوز مع كيلة سكر، ما ندير لها والو، نبلها بالماء زهر. غير بشويه خاطش ما يحبش يكون مشمخ بزاف اللوز تاعنا، ما يجيناش مشمخ. العقده تاع المقروط يجينا ناشف.
شتي المقلوط يحبوه؟ يحبوه كامل كبار وصغار. مقلوط المقلة، مقلوط الكوشة، وكي ما يكونش في عيادنا في فوق الطابلة، الطابلة صامطة ما كلاش اصلا. هو الحاجة المعسلة هو اللي يجي معسل. ودوكا رانا نديروه انواع وانواع، صح، يشبه لنا الطاويلة تاعنا. طاويلة صح سي فغي. ها هي العقدة تاعنا، شوفوا كيف خدمتها، راهي معسلة. معسلة لازم لازم يخرج هذاك السكر يولي حسن. هذا هو السر تاعو، وباش ما تحرقلكش في الكوشة. ودركا نبدا نفاسوني قدامكم، شوفوا نقبضوا هكا حكموا، وهادو نكملوهم ابخي، نديروا غير قدامهم باش نوري لهم كيفاه نشكلها. نديروا اللوز تاعنا هكذا ونغلق. لازم من تية تتحكمي في العجينه نتاعك تاع السميد، ما تخليهاش هي تغلبك ولا تخافي منها كي تولي هكاك شغل تتفتت ولا تطاير. صح، انتي تتحكمين فيها هكا بيدك. بعد ندخلوها في المول تاعنا هكا. هاي هاي ولات سنبولة، على شكل سنبولة. سكيفي راني طيت لكم كامل كيفاه تخدموا حبتكم تاع المقروط. ما نوزنوش لا فارس شحال تكون تاع اللوز. لا فارس عينك ميزانك ديري شويه. شتي هو المقروط ما يحبش ما ماشي ما يحبش ما ماشي لازم تكثري له، ما 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 لازمش، ما يكلفش بزاف اللوز، وكل واحد ومقدوره. ها حنا ما نقيدوكمش بالعقده، كل واحد بالحشوة. يقدر كاين اللي يديروا بالكاوكاو، كاين اللي يديروا باللوز، وكاين اللي يديروا باللوز والجوز. واللوز هذا واش نديروا له؟ ايه هذا اللوز اقسميه لي هكايا هك داك بالطول. داك نزيدوا وحده قدامكم هكذا، حلوها. دائما نقول لكم انتوما تتحكموا في العجينه تاعكم، ما تخليهاش هي تتحكم فيكم ولا تخافوها ولا تهيبوها، خاطش ولا هبتوا الحاجه ما ديروهاش، ما ديروا والو. هكا نغلقها مليح كيما راكم تشوفوا فيا نغلق فيها، وندخلوها في المول تاعنا هكا. نشكلوها على شكل دمعة، هاي ليك يعطيك الصحة يشهي. دوك نبدا ننقشها قدامكم. نحكم الحبة تاعنا هكا ونخدمها. شوفوا باش يجيكم من كي نقش تاع الحبة يجيكم ممحر، دايما نغطسوه في المزهر نقش تاعنا باش ما يلصقش، ونبداو هكا نقشوه على شكل مايل هاك باش ما يلصق لكمش ويجيكم ممحر تاع الحبة. يجي ديكور تاعو خلاف شباب. يعطيك الصحة. وما منبدلو ماشي دايما نديرو نفس الشكل هكذا. ومن بعد نديرو هادو اللوزات تاعنا على هذا الشكل، شكل السنبولة، شكل السنبولة. داكا شوفوا المقروط يحب تسخنوا له الكوشه مليح من قبل تسخن، ميم يحب النار تكون قاويه ومن بعد نقصي لها. لا لا يطيب هكاك بنار قويه، خليها هكذاك. ايه هو يحب الكوشه سخونه
عليه حنايا بكري من بكري من دوكا مازلنا نطيبوا المقروط في الكوشه تاع الغاز. ماشي شاف على بالك هذوك لي فور تاع دوق اللي راهم تاع الكتريسيتي يعني ما كي تخليه سخون وتحط الحبه تاع المقروط تخرج حمراء ومن الداخل خضراء. سي بور سا قلت لك نخلوه يسخن يسخن ومن بعد نقصوا لها باش من الداخل يطيب. انا هذه يعني تجربه. اللي عندهم هذو لي فور ناخذوا نصيحه تاع الشيف ميرا. انا مازلت الان عليك نطيبو في الكوشه تاع الغاز تاع الغاز. يعني نقول لك على باسكو اون جينيرالمون راهم كامل عندهم تاع النار تاع التريسيتي يعني الكتريك. فوالا هكا كيما راكم تشوفوا قلت لكم يقعد قريب 25 دقيقه وهو في الكوشه. نطيبوه نحمروه مليح من تحت حتى تطلع الحموريه تاعو من الفوق حتى تشوفوا هو مشعول من تحت حتى تشوفوا الحموريه كشغل راهي خلاص تحمر من تحت وراهي من الفوق. باش نشعلوا له شويه من الفوق يولي دوغي ونطفيوا له. انا يا كي نخدم المقروط ونطيبو هكا كي يخرج كي نخرج المقروط من الكوشه هكاك سخون نحكملو ندير الحسيله ندير لها شويه مازها باش نخففها. هكاك سخون نعسلها بالمغرفه كل حبه نرمي لها مغرفه مغرفه فما هذاك الوقت اللي حبه المقروط اللي تشرب الحسيله تاعها حتى تاع المقله يعني نخرجوه من المقله ديغ. هذه هي لاستوس تاع المقروط. المقروط باش يجيكم مرمل لداخل وطريري وشباب لازم هكا كي نخرجوه من الكوشه نعسلوه ديريكتومون. انا درت قدامكم هكا هادو ما زوج حبيبات ندخلهم يطيبوا على شحال الكوشه نكونوا زايدين لها ولا عندكم تاع تريسيتي تكون 320 درجه تكون سخونه بعد نقصوا لها حتى ال 220 باش ما يتحرقولكمش الطرف اللي داخل تاع الخضره. فوالا. وإذا كانت تعقاز نسخنوه مليح ونخليوه سخون ندخلوه هكاك يطيب مليح من تحت حتى تطلع الحمورية في حبة المقروط ومن بعد باش نشعلو له من الفوق ويتحمر لنا كي نخرجوه قبل أن نعسلوه كما فهمتكم. داكو يعطيك صحة شيف. يسلمك مع هكذا نكونو كملنا الوصفة ونتلاقاو في مائدة التقديم إن شاء الله. ميرا قابلتنا راهي ما شاء الله راهي بالمسوم المقروط يطول عمرك يتشهي. انا كملنا المنتوم تاعنا الغوايال وراه واجد وان شاء الله يكون نال اعجاب المشاهدين وان شاء الله يعاودوا الوصفه. يعني هي وصفه أكيد تقليديه ولكن فيها لمسه جديده عصريه. انا عجبتني لمسه تقليديه مام طبق عائلي اكزاكتومون. والناس اللي تحب تاكل دجاج تاكل دجاج واللي تاكل لحم تاكل لحم يعني كل واحد والذوق تاعو. حتى انت يعطيك الصحه على المقروط. اليوم انا جبت لكم مشاهدينا الكرام المقروط تاعنا اللي يكون حاضر في مائده العياده تاعنا ويكون حاضر في افراحنا في مناسبات تاعنا. راهو يشهي يسلمك. خدمتو على شكل سنبوله شتي كيف زينتو باللوز من الفوق طانا نظره وهمه. ان شاء الله يكونوا مشاهدينا الكرام تاعنا رفدوا المقادير وجربوه ننصحكم هو والمثوم رويال. تلقاو الى وصفات اخرى ان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى مع اطباق اخرى إن شاء الله. واطباق تقليديه وعلاش لا لا أكيد. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. نقول لكم مع السلامه. سلام. Thank you.
استغلوا لذة القمح الأصيل الغني بتركيباته الغذائية المميزة، منها الألياف والمعادن والفيتامينات التي تمنحكم الراحة والرشاقة للجسم. استمتعوا بأجوى تشكيلة إكسترا بالقمح الكامل، بني، سباغيتي، لوالب، كوسكوس. المفيد والمميز من إكسترا.